سمونيا رمسيس ممونة حفلات. كنشكر جريدة أصوات اللي قامت بزيارة المقر ديالنا، وكنتمنى لها مسيرة موفقة إن شاء الله. أول حاجة جات الفكرة، كان عندي واحد لابوغاتوار ديال التصوير، كان عندي محل ديال التصوير لابوغاتوار، وكانوا الناس اللي 27 كيف كيفرحوا بالوليدات ديالهم، الصيام ديال العروس البنات الصغار الصيام الاول كيقوموا يجيبوهم يلبسوهم اللباس البلدي وكيصوروهم كيفرحوا بهم باش كيشجعوا البنات الصغار. من تما جات الفكره، يعني ملي قمت بالفكره وكانت عندها اقبال وعجبت الناس، ولو الناس كيقترحوا عليا انني ندخل هذا الميدان، وجاءت الفكره. والفكره كانت البدايه ديالها مع واحد الطبيبه نفسانيه، كنشكرها من هذا المنبر، هي اللي جات عندي واقترحت عليا الفكره انها بغاتني انا شخصيا نقف ليها، وما كانش عندي ديك الساعه اللوازم ديال التنقيف، وكنت مشيت انا وياها المحلات. ديك الوقيته كانوا المحلات كيتكلفوا بكراء اللوازم العروس، مشيت كريت انا ويا ليزاكسيسوار والتخيلات وداك الشيء، وكانت هذه هي البدايه، وكانت بدايه ناجحه والحمد لله. وما شاء الله بقات هذيك العروسه في التاريخ دائما مصدر خير عليا، وكنشكرها من هذا المرمى دائما في ما كيكون شي انترفيو كنشكرها هي الاولى. يعني ملي كنت صغيره كنا كنمشي واحد الاستوديو، وكانوا في ديك الالعاب ديال الدراري صغار زوينين وداك الشيء، ملي كنمشي نتصور كناخذ واحد الوقت كافي في اللعاب وعاد كنمشي ناخذ التصوير. يعني بقات عندي كبقى كيروج ديك السميه في بالي دائما. ملي جا عندي ملي كبرت ووصلت للوقيته اللي انني جاتني فكره ديال البروجي، اول حاجه فكرت فيها هي ديك السميه لانها كانت كتعجبني بزاف، واي دومين غتكون فيه بزاف العراقيل، غير الحمد لله انا كاين الزوج ديالي في نفس الدومين وعندنا نفس الافكار وكنتعاونوا بعضياتنا، يعني الحمد لله كانت بادير خير، انا كنعطي الفكره هو كيساعدني فيها حتى الحمد لله توصلت. غير هاد الميدان كيبغي اي ميدان كيما بغى يكون نوع ديالو، كيبغي المثابرة والتحدي والاصرار ودائما جديد، دائما حاجه جديده، المعامله، يعني كاين بزاف العوامل اللي كتخلي الدومين ينجح، شي حاجه اللي كتكون مميزه على الناس، لباس مختلف، عماليات مختلفين، سياره غريبه، يعني كتحاولي ديري الافكار اللي ما كيديروش الناس، كديري شي حاجه اللي كتكون غريبه للعروسه، اما كتدخلي بها بعماليات مختلفين على الناس، ليزاكسوار مختلفين، طريقه الدخله ديالها تكون مميزه، كيفاش يعني حتى البريزونطاسيون كتلعب دور مهم في اي حاجه، لا من ناحيه النقافه، لا من ناحيه التريتور، لا من ناحيه البريزونطاسيون ديال الصال، كل شيء مهم، يعني دائما خالف تعرف، انا كنآمن بخالف تعرف. تحدثنا عن الصعوبات وعن المنافسه، الان نتمنى من الاستاذه مويا رمسيس ان تحدثنا عن اجندتها المستقبليه. الاجنده ديالنا المستقبليه فيها بزاف ديال المشاريع، كنتمنى هذا، والحمد لله ما عندناش غير هذا الدومين، عندنا بزاف، عندنا ميادين مختلفه خدامين فيها. الاجنده ديالنا المستقبليه فيها بزاف ديال المشاريع، كنتمنى هذا، والحمد لله ما عندناش غير هذا، كاين بزاف ديال التطورات اللي غيكونوا في الخدمات اللي كنقدموا، وكنتمنى ان شاء الله يعجبوا العريسات ديالنا. وكنشكر مره اخرى صوات، وكنتمنى لها مسيره موفقه ان شاء الله.